الوضع لا يزال على حاله من السوء في مدينة التحيتة، فمنذ أكثر من 3 أسابيع على تحرير هذه المدينة وهي عرضة للقصف العشوائي الكثيف بمختلف أنواع الأسلحة من جانب ميليشيا الحوثي الانقلابية. القصف يطال المنازل ويتسبب بإصابات في صفوف المدنيين ويلحق أضرارا بالغة في ممتلكات الناس وأرزاقهم في هذه المدينة الواقعة إلى الغرب من مدينة زبيد التاريخية. يا حوثي، هل هذه الحرب اللي أسست فيها دمرت المنازل، حرقت المواشي، وأرهبت أطفالنا ونساءنا، وشردتنا من بيوتنا؟ لا يكاد يمر يوم دون أن تتعرض مدينة تحيتة للقصف بواسطة قذائف الهاون والدبابات، على نحو يتكرس معه الوضع الاستثنائي والخطير للمدينة وسكانها الذين عبروا عن غضبهم واستنكارهم لهذه الأعمال العدوانية غير المبررة التي تستهدف مدينتهم من جانب الميليشيا. الميليشيا الحوثية قامت باستهداف المواشي والبقر والمنزل، ما أدى إلى هذه الشظايات. يتحدث هذا الرجل بحرقة عن الخسائر التي لحقت بمنزله وماشيته بعد أن فقد بقرتين جراء عمليات القصف العشوائي والكثيف الذي تنفذه ميليشيا الحوثي الانقلابية على مدينة التحيتة. وقصفوا لي المواشي، وقصفوا لي المنزل حقي. الله العزيز الجبار، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم يا رب العباد، يا اللهم انتقم منهم. يأتي ذلك وسط أنباء عن صد القوات الحكومية هجمات وعمليات تسلل تقوم بها عناصر الميليشيا على أطراف مدينة التحيتة، ويتوازى هذا الجهد مع التعزيزات المتواصلة من جانب هذه القوات التي تتكون من ألوية العمالقة لتمشيط مزارع وقرى المغرس الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة التحيتة استعدادا لاستعادتها من أيدي الميليشيا. وأفاد المركز الإعلامي للقوات العمالقة إن قواته تواصل تضييق الخناق على عناصر الميليشيا في المغرس التي تمثل إحدى نقاط التماس الرئيسية بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، وذلك تمهيدا لاقتحامها خلال الفترة القليلة المقبلة في سياق مخطط التحرير الكامل لمديرية التحيتة. التحيتة ليست نهاية المطاف، فالقوات الحكومية تواصل التقدم باتجاه زبيدة التاريخية، إحدى أكبر مدن محافظة الحديدة والمسجلة في قائمة اليونسكو، ولم يعد يفصلها عن المدينة سوى 3 كيلومترات، بانتظار المعركة التي يصعب التكهن بنتائجها الكارثية على حاضر المدينة التاريخية ومستقبلها.